اهلا بكم متابعتي لتلفزيون اليوم السابع في كل مكان من محافظة المنيا. احنا النهاردة في موسم جني محصول الخضار الخيار، محصول الخيار من المحاصيل المهمة في محافظة المنيا واللي بيتم زراعتها في يعني مساحات كبيرة بمحافظة المنيا وليها طبعا شوادر خاصة بها. احنا النهاردة في احد المزارع اللي اصحابها بيقوموا بجمع محصول الخيار من المزرعة. هنتعرف منهم على يعني ازاي انا اشتري خيار جيد، مدة الزرع قد ايه، هنعرف منهم كل التفاصيل. خليكم معانا ما تروحوش اي مكان. اهلا بكم متابعتي لتلفزيون اليوم السابع في كل مكان من محافظة المنيا. احنا النهاردة في موسم جني محصول الخضار الخيار، محصول الخيار من المحاصيل المهمة في محافظة المنيا واللي بيتم زراعتها في يعني مساحات كبيرة بمحافظة المنيا وليها طبعا شوادر خاصة بها. احنا النهاردة في احد المزارع اللي اصحابها بيقوموا بجمع محصول الخيار من المزرعة. هنتعرف منهم على يعني ازاي انا اشتري خيار جيد، مدة الزرع قد ايه، هنعرف منهم كل التفاصيل. خليكم معانا ما تروحوش اي مكان. بنكمل مع حضراتكم، نتعرف بيك. علي احمد الرفاعي. قول لي يا عم علي، زراعة الخيار بتبدا امتى وبتنتهي امتى؟ ازاي الفلاح بيراعي محصول الخيار عشان يطلع في النهاية محصول؟ لا، بالنسبة لازم يراعيه لما يوصل العزك، خدت بالك، وينجي منه الورقة اللي كانت بيضة، خلي بالك يحوشها ويجيب لها رش، فيها رش للورق عشان ما يبيضش، وفيها رش عشان العرش يمد شوية يبقى اخضر حلو. مدته الزمنية في الأرض كام؟ والله ربك أعلم، عشان أنا أصلا سواك. ثلاث مزارع. ثلاث شهور. ثلاث شهور. هو ده المزارع. طب قول لي يا عم علي، أنت أنت أكيل خيار؟ ما أكل أي. إزاي تعرف الخيارة الحلوه من الخيار الوحش؟ انا راجل ما بعرفش في الخيار، وريني خياره حلوه بقى وقول لي مواصفاتها. اقول لك انا، وريني عم اي واحد، هات اي واحد. يعني لما انت دلوقتي شفت الخياره ها، لما تعمل لي كده بص، بص لي انا هنا كده، ايوه كده الخياره دي قلبها لما سيبها خرومه من القلب، ايوه مش مخرومه من القلب دي، لا واخده هرين ولا واخده اي حاجه ولا برشام ولا اي حاجه. في ناس ما تدي برشام تكسر الهرمونات دي، تكسر عشان المغزه تبقى قد كده، قد العين قد كده اهو، تصبح في الصبح كده عشان يبيع. بس مش ما يراعي ضميره، لكن دي دي على الكمويات بس، عزق وزجاج اللي هو السماد البلدي العادي، البلدي دي انت تدوق دي بقعد تتجاز فول الفول. طب اقول لي الوقت يعني جني المحصول بتاعك بيكون امتى؟ يعني انت بتجني المحصول بتاعك في الصبح ولا الظهر؟ يعني حوالي الساعه 9 على ما يطير الندى. تسعة الصبح. الزرع ما يصيدش مني. تجني المحصول كم مرة في السنة؟ كتير. يعني هو المحصول متجدد؟ يعني كل يوم والتاني تنجي، يوم ويوم ويوم ويوم، في ناس ما تنجي كل يوم. يوم ويوم. أيوه. إحنا هنا بنزرع مساحات كبيرة في الخيار. كتير قوي. يعني أكتر حاجة الصيت هنا في زراعة الخيار. طب قول لي سوق الخيار عامل إيه؟ الاسعار من 3 جنيه لحد 8، من 3 لحد 8، وهم بيسلموا المصنع لحد 15 جنيه لحد ما يوصل المصنع. مصنع ايه بقى؟ مصنع اللي ما يستلم الخيار. هو انتم يعني انت ما تودوه فين الخيار بعد ما تجنوه؟ في المبايع اللي حوالينا دي، اللي هي الشوادر المحطوطه. أيوة دي، هي الشوادر. بنسلم فيها على حسب الاسعار، حسب الاسعار. 3 جنيه ب 4 جنيه هنا وياخدوا مني على 5 6 زي ما يكون. احكي لي عن زراعه الخيار. اديك شايف الناس شقينا وتعبانه، والناس شقينا وتعبانه، ربنا يراعي الشقا. قول لي انت بقى، يعني انت راجل بقالك كم سنه بتشتغل في الخيار؟ والله من ولدتنا واحنا شايفين المر. طيب يعني انت الوقت بعد ما بتنقي الخيار بتوديه فين؟ بنوديه الشوادر بنبيعه. كيلو الخيار النهارده عامل كام جنيه؟ من 2 جنيه ل 3 جنيه، مش كله. مش كله، مش كله، كل حاجه لها سعر، كل حاجه لها سعر. طب ايه الاصناف بتاع الخيار بقى؟ ليدر والباهي. انتوا زارعين ايه الخيار ده بقى اللي موجود هنا؟ ده باهي. ده باهي. باهي يعني ايه باهي بقى؟ اسمه كده، هو اسم الشركه بتاعته، اسمه كده، شركه باهي. شركه باهي. طب بيبقى لونه مختلف يعني عن الانواع الثانيه ولا هو كل خيار له لون؟ كل خيار له لون. يعني كل خيار له حاجه. الليدر صغير كده،
وزرقاء، وده زي ما انت شايف كحضرتك. يعني زي ما حضراتكم شايفين احنا دلوقتي في مزارع الخيار، احنا في موسم حصاد الخيار. موسم الحصاد طبعا بيبقى موسم فرحه، هنا بيجي الولاد والاطفال والكبار بيجمعوا الخيار، بعد ما بياخدوا الخيار بيودوه الشوادي، بيودوه الشوادر. طبعا هنا قال لك الكيلو من 2 جنيه وطالع. في انواع كتيره من الخيار بيتم زراعتها في محافظه المنيا. طبعا محافظه المنيا من المحافظات اللي فيها مساحات كبيره من زراعه الخيار، خاصة في مراكز بحري مثل زي صمالوط ومطاي وبني مزار، دي يمكن من المراكز الكتيرة الكبيرة اللي بتزرع كميات كبيرة من الخيار في محافظة المنيا، وبالأخص هنا في قرية طبعا مشهورة اسمها قرية منبال في مطاي. القرية دي مشهورة بزراعة الخيار، واحنا طبعا يعني من ضمن القرى اللي يعني ما في موسم الخيار ما بتشوفش فيها حد من العاطلين، لكن الكل هنا بيشتغل. زي ما حضراتكم شايفين احنا دلوقتي كنا معاكم من محافظه المنيا، وكان معاكم حسن عبد الغفار مراسل اليوم السابع بمحافظه المنيا من مزارع الخيار. بالنسبه للمصانع عايزاه كيه بس، المصانع عايزاه كيه بس، يعني كبر عن كده ما يرضوش ياخدوه مننا. المصانع ايوه يرفضوا الشراء بتاعته، يقول لك بجنيه ب2 جنيه. طب اشمعنى يعني هو ليه كده؟ ليه الحجم الصغير؟ هم عايزين حجم. طب هو عمره، هو عمره كده مظبوط؟ عمره في الارض كده مظبوط؟ يعني هو كده خيار طيب جاهز للاكل؟ كده 100 100. هو الخيار اما يرمي ده هات العروه ديت من 35 يوم ل 40 يوم. يعني العروه الاولى بدايه زرعتها من 35 يوم 40 يوم تاكل منها. بعد كده تنجد سال. بعد كده على طول لحد ما الموسم يخلص. بينتهي في بينتهي امتى موسم الخيار؟ في شهر 12. في شهر 12. يعني هو 12. يعني هو مدته في الارض 3 شهور. 3 شهور. من اول 9 لحد اخر 12. وهذا اللي ما يتقطع. هيتقطع عن كده. وديك شايفنا زي ما انت شايف.